كان هناك أزمة أيضا خلال الساعات الماضية خاصة بمبنى تراثي ومبنى حضاري ويعد أيضا كمبنى أثري راقي جدا من معالم مصر وتحديدا مصر الجديدة. هذا المبنى مهدد بمخاطر عديدة بناء على أفكار لمشاريع تطورات أو تطوير في المنطقة بتاعت مصر الجديدة، تحديدا منطقة روكسي وما حولها، في إقامة مشاريع وكباري ونهضة عمرانية ربما تأتي بخطر يهدد حضارة وتراث هذه المنطقة. وأشهر ما في هذه المنطقة هي كنيسة البازيليك اللي دايما كلكم عارفينها وعارفين إن هذه الكنيسة تعتبر من معالم مصر، وليس حتى مصر الجديدة، من معالم مصر جميعها. فالناس رافضة وأهالي مصر الجديدة عاملين هاشتاج لا لمساس لقلب مصر الجديدة التراثية، وحاطين هذه الكنيسة رمزا لتراث مدينة أو منطقة مصر الجديدة، ويرفضوا تماما رفض إنشاء أي مشاريع معمارية أو كباري أو إنشاءات تهدد وتؤذي خطر حضارة وتراث هذه المنطقة. لذلك معنا المهندس ماجد الراهب، وهو رئيس جمعية الحفاظ على التراث المصري، لتوضيح خطورة هذه الإنشاءات على منطقة تراثية وحضارية زي منطقة مصر الجديدة. مساء الخير يا باشمهندس. مساء النور. أنا الأول بأتمنى من حضرتك توضيح الأمور الخاصة بإذا كان هناك فعلا ما زالت الدولة سعية لإقامة مشاريع وكباري، ولا تراجعت بناء على مطالب أهالي المنطقة مصر الجديدة وأيضا بعض النواب. تسمح لي بمداخلة في موضوع دكتور جورج حبيب باوي الأول؟ طب طب اتفضل. لأن أنا أحد تلامذته. اتفضل يا فندم. أولا الدكتور حبيب باوي حرمه كان غير قانوني، لأنه الحرم في قوانين الكنيسة لازم يتم من خلال محاكمة، ولم تتم محاكمة جورج حبيب باوي، وتم العرض على أكثر من أسقف علشان يواجه الدكتور جورج حبيب وهذا لم يتم. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، قداسة البابا تواضروس سمح له بالمناولة في كنائس أمريكا. اتنين أو ثلاثة، في سيمينار التعليم اللي عقده البابا تواضروس في بعد السنة الأولى من حبريته، تقدم الدكتور جورج حبيب بباوي بدراسة تخص التعليم، وتم قبول هذه الدراسة ونشرت في الكتاب أو النشر بتاع سيمينار التعليم. للأسف ما حدش من اللي بيقول على الدكتور جورج حبيب بباوي إنه معارضق ما قراش كتبه ولا يعرف أي حاجة عن فكر جورج حبيب بباوي. أنا مش عايز أخوض أكتر من كده، لكن أنا بوضح أمور وبكرر تاني، مفيش حرم قانوني للدكتور جورج حبيب بباوي. طيب نرجع لموضوعنا؟ نرجع لموضوعنا. اوكي. ماذا عن أزمة كنيسة البازيليك والمنطقة الحضارية والتراثية في مصر الجديدة في محاولة من الدولة لإحياء تطوير المنطقة بإقامة مشاريع إنشائية وكباري؟ للأسف يعني لو رجعنا لتاريخ مصر الجديدة فهي تاريخ ممتد لأواخر القرن الـ18 وأوائل القرن الـ19 على يد البارون إمبان. والراجل اختار صحراء مصر الجديدة ليقيم عليها سكنه الخاص اللي هو قصر البارون اللي تم تجديده وتم تسجيله كأثر. هذه المنطقة اللي اختارها البارون إمبان كانت صحراء جرداء، نعم، وتحولت إلى من أكثر أحياء مصر الرقي اللي هي مصر الجديدة. الراجل من شغفه وحبه لمصر أوصى أنه يدفن في مصر. هو لف العالم كله، وكان آخر حاجة زارها قبل مصر كانت الهند. هو طبعا مارس أعمال كثيرة ومارس تجارة، ولما جه مصر عشق مصر وأصر أنه يكمل حياته كلها في مصر، ووصيته انه يدفن في مصر. علشان كده
قام ببناء كنيسة البازيليك، وتم وضع الحجر الأساس بتاعها سنة 1911 وافتتحت سنة 1913، يعني عمرها أكثر من 100 عام بكثير. القيمة المعمارية والقيمة الحضارية لكنيسة البازيليك أصبحت من معالم مصر الجديدة طبعا، وناس كتير بتيجي تزورها وتتبارك بهذا المكان، وخاصة أنه البارون مبان مدفون في هذه الكنيسة، أسفل الكنيسة بالتحديد. بالضبط. طيب الفكرة بس التخوفات عند الناس، لأن أنت شايف حتى الصورة العامة لهذه الكنيسة والمنطقة راقية وحضارية، وهي كمان مش معلم. نتحرك حاليا في تحركات قوية جدا، احنا كجمعية، وفي مبادرة من محبي حي مصر الجديدة. نائب الشعب عن مصر الجديدة تقدم بطلب لمجلس النواب بالأمس بوقف أعمال الكوبري، لأن المنطقة مش محتاجة أصلا كوبري، لأن المنطقة السيولة فيها كويسة، غير أن الكوبري أصلا هيشوه المكان. وعلى فكرة الجمعية كان ليها أكتر من دور في وقف حاجات زي كده بتشوه بانوراما أي عصر. وهل تم الوقف؟ تجربة. أوكي. هل تم الاستماع والوقف لهذه المشاريع اللي بتهدد التراث؟ يعني أقصد هل الدولة بتستجيب؟ الوزير امبارح كان في مجلس النواب وأعلن إنه الكنيسة مش أثر. ما دي حاجة حزنتنا يعني. ورمى الموضوع على رئيس الوزراء. لكن أعتقد كل النداءات وكل التيارات الشعبية رفض موضوع الكوبري، وبالأمس كان هناك اعتراض من سفير الفاتيكان، ودي كانت حاجة جديدة انه اعلن رفضه لأي شيء يشوه بانوراما كنيسة البازيليكا لانها من ممتلكات الفاتيكان. الموضوع طبعا ده بيثير أزمة وبيثير إساءة لمصر، انه ازاي بتضحي بتراثها وبحضارتها بهذا الشكل. وانا واثق من انه الرئيس السيسي ورئيس الوزراء هيتداركوا الموقف ويوقفوا الكوبري، لانه زي ما قلت لك حصلت اكثر من مره انه كان في مشاريع بتحاول تشوه الاثر، زي ما كان في شارع الازهر كان في كوبري مشاع عايز يتعمل قدام وكاله الغوري، واحنا تصدينا وبعتنا جوابات بهذا الكلام بوقف انشاءه، وفعلا تم ايقاف انشاءه. اتمنى انه يكون الاستجابه سريعه، واعتقد ده هيحصل خلال ايام قليله جدا، لانه اصبح هناك وعي طبعا حضاري، واصبح هناك وعي بالنسبه للمثقفي مصر انه اللي بيحصل ده مش في صالحنا خالص، ولا في صالح تراثنا، ولا في صالح هويتنا. ان احنا من اجل مشاريع تنمويه ممكن ندمر حضارتنا وتراثنا، ممكن ندمر طبعا حضارتنا، وكمان بنعرض السياحة بتاعتنا لمخاطر، لأنه دي من ضمن الحاجات اللي بتجذب السياح. طبعا طبعا طبعا. يعني وانت قلت برضو يا باشمهندس، وانت على ارض الواقع شايف المكان، ان هو مفيش داعي اساسا لاقامه مشاريع انشائيه ومعماريه وكباري، المنطقه مش مستاهله. النائب بتاع مصر الجديده، يا دي اساسا منطقه هاديه اساسا، مش مجال يعني للترافيك او الازدحام المروري علشان يتولد كباري تسهل السيوره المروريه. يعني الامر قابل، اذا كانت الدوله فعلا تسعى الى الحفاظ على حضارتها وتراثها، ان هو قابل للتراجع عن هذا القرار الذي اتخذ. بس اللي انا شايفه ان هم مستمرين على قدم وساق، لاني انا بتابع من خلال اصدقاء ليا ساكنين جدا، يعني بيطل شرفه منازلهم على الكنيسه والساحه بتاعتها. هو كان في حفر لعمل جسات للتربه، في حفر وفي في انتزاع اشجار كمان تم، وفي سقالات، وفي اللي هو الونشات اللي بترفع الخرسانات، يعني كل ده عادي ممكن يتوقف طبعا. طبعا ممكن يتوقف طبعا عليه، وزي ما بقول لحضرتك انا متوقع خلال يومين ثلاثه هيتلغي المشروع، لان الضغط الشعبي
ده على كل ومثقفين الأصعدة كلهم. يا باشمهندس، يعني أنتم من ناحيتكم كجمعيات رسمية معترف بيها بتضغطوا، نواب في البرلمان بيضغطوا، المفروض يعني الوزراء والمحافظين اللي بيخافوا فعلا على شكل مصر وحضارتها وتراثها يتحركوا، واحنا كمان من خلال القنوات ومن خلال السوشيال ميديا ده تأثيره قوي جدا على فكرة، نتحرك أكيد علشان طبعا، أكيد علشان أكيد الكل يحافظ على، لو في ناس بتتخذ قرارات للاسف حكوميه روتينيه ان احنا عايزين نعمل كوبري وخلاص واحنا داخلين في سباق كباري، لا ما تجيش بقى على حساب حضارتك، ما تجيش على حساب تراثك، بالظبط بالظبط. ده هي ملامحك المشكلة إنه التاريخيه وعائد ما سياحي. بيبقاش في يعني مساءلة للمواضيع وطرحها عارف للنقاش ليه يا باشمهندس؟ عشان الاجيال اللي جايه ما تحاسبناش على اللي احنا عملناه، يعني ما تجيش بعدنا اجيال تقول انتوا ضيعتوا تراثنا وحضارتنا وشوهتوها بهذا الشكل السيء. بالظبط بالظبط. وانا طبعا مبسوط انه الشباب ابتدى يعي هذا الكلام. انا طبعا قابلت مع مجموعه من محبي حي مصر الجديده، كلهم شباب حلو جدا طيب ومتحمس واعي. بشكل غير عادي. نعم. طب نشكر ربنا. أنا يعني إن شاء الله ده مع بعض حاجه لحد يعني ما ايجابيه. ننقل برضو على هذا المنبر خبر تراجع عن أي إقامة مشاريع أو كباري تهدد حضارة وتراث هذه المنطقة وتحديدا كنيسة البازيليك. في الختام بشكرك جدا باشمهندس ماجد الراهب، وأتمنى إن شاء الله يسعى هذا الموضوع إلى خير من خلال جمعيتك التي ترأسها جمعية الحفاظ على التراث المصري. شكرا جدا لحضرتك. شكرا يا استاذ.